أعزائنا المشاهدين، كان كلامنا حول بني أمية، وقد بينا لكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد لعن معاوية وأباه وأخاه في مواطن كثيرة، وقد أثبتنا لكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر الصحابة بأن معاوية ملعون وأن معاوية مصيره إلى جهنم، وإن أبا بكر وعمر مع العلم بلعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن أبي سفيان قد ولوهم على رقاب المسلمين وقد أعطاهم الولايات الكبيرة في الشام، ولم يكن ذلك إلا خيانة للإسلام والمسلمين، ولم يكن إلا مكافأة لأبي سفيان لكي يرضيه لتحكيم حكمهم ولتقوية خلافتهم. أعزائنا المشاهدين، إن من أدلة كفر معاوية ومن أدلة أن معاوية من أهل جهنم بل من شرار أهل جهنم ما الروايات العديدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن بغض أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو علامة النفاق، وقد رواه مسلم وغيره من المحدثين في صحاحهم وفي مسانيدهم وفي جوامعهم بأسانيد صحيحة ثابتة لا غبار فيها، وقد روى القوم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتبهم أن بغض أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام دليل على النفاق، هذا أولا. وأيضا روى في كتبهم بأن عدو أمير المؤمنين عليه السلام هو عدو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعدو الله، وإن مبغض أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مبغض الرسول ومبغض الله تبارك وتعالى. وقد رووا في كتبهم أن محبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وطاعته طاعته، وولايته ولايته صلوات الله عليهما وآلهما. وقد رووا في كتبهم بأسانيد صحيحة وسوف نثبتها لكم ونقرها لكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أمير المؤمنين عليه السلام بقتال الناكتين والقاسطين والمارقين، ولا خلاف بين الأمة أن القاسطين هم الجماعة من الشام، وفي رياستهم وفي قيادتهم كان معاوية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخاه وتاج رأسه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بقتال معاوية، وليس فقط قتال معاوية بل قتال أهل الجمل أيضا، إن ذلك خير دليل على كفر جميع من قاتل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في محاربه ومعاركه، وسوف نقرأ ذلك عليكم فيما يأتي. وإن ذلك إن بغض أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وقتاله، بغضه علامة النفاق وقتاله علامة الكفر، إن ذلك من الأدلة الصريحة يثبت كفر جميع من قاتل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، منهم عائشة بنت أبي بكر، ومنهم طلحة والزبير، ومنهم عامر بن العاص، ومنهم عبد الرحمن بن عمر عبيد الله ابن عمر، ومنهم عتبة ابن أبي سفيان، ومنهم معاوية ابن أبي سفيان وأشياع معاوية ابن أبي سفيان، لأنهم قاتلوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. ومما يثبت ذلك أعزائنا المشاهدين إن شاء الله في الليالي الآتية إذا أراد الله تبارك وتعالى نقرأ لكم تلكم الروايات، وإن شاء الله نثبت لكم صحة أسانيدها. في هذه الليلة الرواية المعروفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأخيه ونور عينه وتاج رأسه وثمرة فؤاده أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ولبنته
الصديقة الطاهرة سلام الله عليها ولولديه وسبطيه وشبليه، الإمام المجتبى والإمام الحسين سيد الشهداء صلوات الله عليهم أجمعين، أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقد تكلم بهذه الكلمات وقد رواه عدة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعض تلك الأسانيد صحيحة، وكثير من الحفاظ ومن الجهابذة من أهل الرواية والدراية من الجماعة المخالفة للحق الجماعة العمرية قد زينوا أسفارهم وزبرهم بهذه الحديث الشريف بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لأمير المؤمنين عليه السلام والزهراء سلام الله عليها والإمام المجتبى والإمام سيد الشهداء صلوات الله عليهم أجمعين، أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم، أو أنا حرب لمن حاربتم أو سلم لمن سالمتم، أو أنا حرب لمن حاربهم أو سلم لمن سالمهم، والمعنى لا يختلف. وحرب مصدر، مصدر، وإن ذلك من باب المبالغة، كما تقول للرجل العادل إذا أردت أن تؤكد عدالته إن الفلانية عدل، إن الفلانية عادل، عادل مصدر، ولكن إنه يأتي في مقام المشتق للعادل إذا أردت أن تظهر التأكيد وتريد أن تبالغ في المدح والثناء على عدالة الموصوف فتقول الفلانية عدل. فكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إني حرب لمن حاربتم، يعني إني محارب شدة الحرب، إني محارب بالحرب الشديد، إني محارب كل الحرب لمن حارب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام والزهراء والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين، وأنا سلم، أنا محب وسلم ومسالم كل السلم لمن سالم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وإن لا شك ولا ريب إن معاوية قاتل أمير المؤمنين عليه السلام، ولا شك ولا ريب كذلك عائشة قاتلت أمير المؤمنين عليه السلام، بل كان رئيس الجمل وقائدة للجيش الكافر في الجمل عائشة بنت أبي بكر، وكذلك طلحة والزبير ومروان بن الحكم ومشايخ بني أمية وكثير من الصحابة قاتلوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الجمل وفي الصفين، فهذا يدل حربهم حرب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ماذا؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أيديهم وأرجلهم من خلاف، أرجلهم أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفض في الأرض. إن الذين يقاتلون الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم يقاتلون الله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. فهذا صريح إن قتال النبي وحرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفر واضح لا شك ولا ريب في ذلك. إذا لم يكن الذي يشهر السيف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كافر، فلا يوجد في العالم كفر ولا يوجد في العالم كافر أصلا. فلما أن حربا أهل البيت عليهم السلام هو حرب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن النبي حرب لمن حارب أمير المؤمنين عليه السلام، فإذن يثبت بكل وضوح إن معاوية ابن أبي سفيان ومن كان معه من أشيائه وجيوشه في الصفين وطلحة والزبير ومن كان معهما في جيشهما وكذلك عائشة بنت أبي بكر، إن هؤلاء وقود النار، وإن هؤلاء كفروا بالدين وارتدوا، لأن الخروج على أمير المؤمنين عليه السلام خروج على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندنا هذه الروايات كثيرة أعزائي المشاهدين، بغض أمير المؤمنين عليه السلام علامة النفاق،
عدوه عدو الله تبارك وتعالى، ومبغض أمير المؤمنين عليه السلام عدو الله، وإن حرب أمير المؤمنين عليه السلام حرب الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ذلك الروايات على حده روايات صحيحة قد رواه المخالفون بأسانيد صحيحة، وكذلك رووا بأسانيد صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أمير المؤمنين عليه السلام بقتال عائشة في الجمل، وأمره بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. ونتكلم في الليالي القادمة إن شاء الله في كل حول كل الحديث. هذه الحلقة إن شاء الله حول حديث الشريف أنا حرم لمن حاربكم. إن هذه الرواية الشريفة في كتب المخالفين قد روي عن عدة من الصحابة، من جملتهم أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها، من جملة الرواة لهذه الرواية الشريفة الصحابي المعروف أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه ورضي الله عنه. ومن جملة تلكم الصحابة الذين رووا هذه الرواية زيد بن أرقم بأسانيد صحيحة قد روي عنه أنه قال ذلك زيد بن أرقم. ومن جملة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم روي عنه هذه الرواية هو صبيح مولى أم سلمة، صبيح مولى أم سلمة. ومن جملة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم روي عنه هذه الرواية هو أبو هريرة الدوسي. ونحن نريكم ذلك وإن شاء الله نثبت لكم صحة بعض تلك الأسانيد. أعزائي المشاهدين نبدأ بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فنقول هذا كتاب تاريخ مدينة دمشق للحافظ ابن عساكر الدمشقي، الجزء الرابع عشر طبع دار الفكر، طبع سنة 1415. في هذا الكتاب أعزائنا في صفحة 143 أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم بسنده، والرواية بقيته في الصفحة اللاحقة، يروي عن أم سلمة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم منكسا رأسه، فعملت له فاطمة حريرة، فجاءت ومعها حسن وحسين صلوات الله عليهم أجمعين، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله أين زوجك اذهبي فادعيه، فجاءت به فأكلوا، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله كساء فأداره عليهم، فأمسك طرفه بيده ثم رفع يده اليمنى إلى السماء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أنا حرب لمن حاربتم، سلم لمن سالمتم، عدو لمن عاداكم. هذا هو يثبت ما ادعينا أن هذه الرواية مروية عن طريق أم سلمة رضي الله عنها، أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم وعدو لمن عاداكم. وأيضا روي هذه الرواية قلنا لكم عن أبي سعيد الخدري، فممن روى هذه الرواية عن أبو سعيد الخدري هو الحافظ حفص بن شاهين في كتابه، في كتاب صغير له فضائل سيدة نساء العالمين الزهراء المرضية. هذا مجموع فيه من مصنفات الحافظ أبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين، وهو من كبار العلماء والمحدثين من الفرقة العامة. طبع دار ابن الأثير في طبع في الكويت في سنة 1415. في هذا الكتاب أعزتنا هذا الجزء فيه فضائل سيدة النساء الزهراء المرضية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليهما وآلهما لابن شاهين. في هذا الجزء أعزائي المشاهدين الحديث 16 هذا الحديث 16 يروي بسنده المذكور عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري لما دخل علي سلام الله عليها بالزهراء جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم 40 صباحا على بابها فيقول أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. وأيضا قد روى
رواية أبي سعيد الخدري الحافظ الحسكاني في شواهد التنزيل. هذا شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلة في أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، تأليف الحافظ الكبير عبيد الله ابن عبد الله ابن أحمد المعروف بالحاكم الحسكاني، طبع مؤسسة العالمين للمطبوعات، طبع سنة 1393. في هذا الكتاب أعزتنا في الجزء الثاني في الصفحة 27 في ذيل الآية المباركة، أي الآية ربما آية التطهير، في ذيل آية التطهير رقم الرواية 665. يروي بسند المذكور عن أبي سعيد: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله 40 صباحا إلى باب علي عليهم الصلاة والسلام بعدما دخل بالزهراء سلام الله عليها، فقال: السلام عليكم أي أهل البيت ورحمة الله وبركاته، الصلاة رحمكم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. وأيضا قد روى هذه الرواية الحافظ الشهير عبد الرحمن السيوطي في الدر المنثور، هذا الدر المنثور في التفسير بالمأثور لعبد الرحمن السيوطي، طبع دار الفكر الجزء السادس، طبع سنة 1430 دار الفكر بيروت. في هذا الكتاب عائزتنا في تفسير سورة الأحزاب آية التطهير رقم صفحة 606، وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري: وإن كتاب ابن مردويه لم يوصل إلينا، ولا ندري هل يوجد منها نسخة مخطوطة في إحدى مكتبات العالم أم لا. روى ابن مردويه، أخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما دخل أمير المؤمنين صلوات الله عليها بسيدة نساء العالمين صلوات الله عليهما، جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم 40 صباحا إلى بابها يقول: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، الصلاة رحمكم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أنا حرب لمن حاربتم، أنا سلم لمن سالمتم. والرواية واضحة، فأثبتنا لكم الرواية من أم سلمة رضي الله عنها وأن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والآن نريكم الرواية عن زيد بن أرقم بسند صحيح، ونصحح السند التي قد رواه زيد بن أرقم. أعزائنا المشاهدين، هذا كتاب مسند ابن أبي شيبة، تأليف أبي باكر عبد الله محمد عبد الله ابن محمد ابن شيبة، تحقيق عادل ابن يوسف الغزاوي، الجزء الأول طبع دار الوطن، طبع سنة 1418. في هذا الكتاب عزتنا في صفحة 355 رقم الرواية 520، حدثنا أسباط بن ناصر عن السدي صبيح مولى أم سلمة، هذا إناث إسقاط، عن صبيح، عن السدي، عن صبيح مولى أم سلمة، عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأمير المؤمنين عليه السلام، لعلي أمير المؤمنين عليه السلام وسيدة نساء العالمين وسيد شباب أهل الجنة الإمام المجتبى وسيد الشهداء أبي عبد الله صلوات الله عليهم أجمعين، أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. فيبقى في ذلكم أصباط بن نصر يروي عن السدي، يروي عن صبيح، ويروي عن زيد بن أرقم، وهذا نفس السند موجود في الترمذي وغيرها. أعزائنا المشاهدين، إن شاء الله العزيز نثبت لكم صحة هذا السند بطرق شتى، ولكن قبل أن نريكم ذلك نريكم عدة مصادر أخرى. وأيضا قد رواه ابن أبي شيبة في المصنف،
في كتابه المصنف، هذا كتاب المصنف في الأحاديث والآثار الجزء السادس طبع دار التاج طبع سنة 1409. في هذا الكتاب أعزتنا صفحة 378 باب ما جاء في الحسن والحسين صلوات الله عليهما وآلهما، بل رقم الرواية 32181. حدثنا مالك بن إسماعيل عن أصباط بن ناصر عن السدي عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وآله قال لفاطمة وحسن وحسين: أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم، أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. أعزائنا المشاهدين، وأيضا قد روى هذه الرواية الحافظ محمد بن يزيد القزويني في سننه، هذا سنن ابن ماجه للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني طبع دار الفكر طبع سنة 1429 دار الفكر بيروت. في هذا الكتاب أعزتنا في صفحة 54 رقم الرواية 145 في كتاب السنة يروي: حدثنا الحسن بن علي الخلال وعلي بن المنذر قال حدثنا أبو غسان حدثنا أصباط بن نصر عن السدي عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين: أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم، حرب لمن حاربتم. وقد رواه أيضا الترمذي في سنن، هذا سنن الترمذي، سنن الترمذي وهو الجامع المختصر من السنن لأبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة طبع دار الفكر طبع سنة 1429 في دار الفكر. يقول الترمذي مدحا لكتابه: صنفت هذا الكتاب وعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به، ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم، فإنه قد روى في كتابه هذا في صفحة 1096 كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في باب مناقب أهل البيت عليهم السلام في رواية رقمها 3896 يروي بسنده عن أصباط بن نصر عن السدي عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي سيد المسلمين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن سيد شباب أهل الجنة والحسين سيد شباب أهل الجنة صلوات الله على رسول الله وعلى أهل بيته الأطهار الطيبين المعصومين: أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه، وصبيح مولى أم سلمة ليس بمعروف. فهذا إن الترمذي قد حكم عليه بالغرابة، وإن الغرابة ليس باستضعاف وتضعيفا للحديث، وإن الغرابة الحكم. إن هذا الطريق فقد روي في عن طريق السدي عن صبيح عن زيد بن أرقم، وإن كان له رواة آخر وروي عن غير طريق، ونريكم إن شاء الله قد أريناكم. وإن كون صبيح غير معروف وغير مشهور، ولكن ليس بمجهول، غير معروف وغير مشهور، وهو قد عده ابن الأثير في أسد الغابة من الصحابة، وكذلك ابن حجر الأسقلاني قد عده من الصحابة في الإصابة، بل كونه غير معروف وغير مشهور ليس بجرح وليس بتعليل للراوي أو للحديث كما سوف نريكم ذلك. وممن روى ذلك عن طريق زيد بن أرقم بهذا الطريق هو الحاكم النيسابوري في كتاب المستدرك، هذا المستدرك على الصحيحين للحافظ الحاكم النيسابوري الجزء الثالث طبع دار الفكر طبع سنة 1430 دار الفكر بيروت. في هذا الكتاب أعزتنا في صفحة 359
باب مناقب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صفحة 359. يروي رقم الرواية 4772، يروي بسند مذكور بل عن أصباط بن نصر عن إسماعيل بن عبد الرحمن هو السدي، وهو يروي عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لسيد المسلمين أمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين وسيدي شباب أهل الجنة صلوات الله عليهم أجمعين، سلام الله عليكم يا أهل بيت النبي، قال أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، وسلم لمن سالمتم. وقد رواه جم غفير من العلماء العامة منهم الطبراني، قد رواه في الصغير، هذا الصغير للطبراني المعجم الصغير، وقد رواه بعدة طرق في الأوسط، وقد رواه في كتابه الكبير ولا أريكم ذلك، فهذا يكفي. أما إثبات صحة السند بعدة طرق نثبتها لكم أعزائنا المشاهدين، أولا إن ابن حبان وهو من كبار العلماء العمرية قد صحح هذه الرواية وحكم بصحته، هذا كتابه صحيح، يعني هذا الحديث بهذا لذاته، هذا السند بذاته، وإلا الطرق الآخر عن أبي هريرة هو أيضا صحيح، طريق آخر لم أذكرها بعد، طريق أبي هريرة أيضا صحيح، وأنا أتكلم فقد هذا طريق رواية زيد بن أرقم عن طريق صبيح مولى أم سلمة رضي الله عنها عن هذا الطريق هو صحيح لذاته، مع غض النظر عن تقويته وأن تأييده بروايات أخرى بأسانيد أخرى بذاته. هذا كتاب الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، جزء الأول، طبع دار الفكر، طبع سنة 1417. يقول المصنف وهو ابن حبان في مقدمة هذا الكتاب، القسم الخامس مقدمة هذا الكتاب: وأما شرطنا في نقله ما أودعنا كتابنا هذا من السنن، فإنا لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء. يقول ابن حبان: إني لم أدرج ولم أخرج في كتابي صحيح ابن حبان إلا وأن يكون في كل حديثه في كل واحد من رواته خمسة شروط. الأول العدالة في الدين بالستر الجميل، الثاني الصدق في الحديث بالشهرة فيه، الثالث العقل بما يحدث من الحديث، الرابع العلم بما يحيل من معاني ما يرويه، الخامس المتعري خبره عن التدليس. فكل من اجتمع فيه هذه الخصال الخمس احتججنا بحديثه وبنينا الكتاب على روايته، وكل من تعرى عن خصلة من هذه الخصال لم نحتج به. فإذا ماذا ثبت؟ أن كل رواية أتى به ابن حبان في صحيحه فإنه يفتي بصحتها وبوثاقة كل واحد من رواتها، وإن هذا الحديث أحاديث صحيح ابن حبان عند المصنف في غاية الجودة وفي غاية الإتقان وفي غاية الصحة. وهو يقول في نفس الكتاب صفحة 161: فمن صح عندي منهم بالبراهين الواضحة وصحة الاعتبار على سبيل الدين، ليس على سبيل الدنيا، على سبيل الدين، أنه ثقة احتججت به ولم أعرج على قول من قدح فيه. ومن صح عندي بالدلائل النيرة والاعتبار الواضح على سبيل الدين أنه غير عادل لم أحتج به وإن وثقه بعض أئمتنا. هذا ما التزم به نفسه ابن حبان في كتابه هذا. هذا صحيح ابن حبان الجزء السادس، صحيح ابن حبان الجزء بلي المجلد السادس بلي المجلد السادس يحتوي على الجزء الثامن والتاسع. طبع دار الفكر
طبع سنة 1417 في دار الفكر في بيروت. في هذا الكتاب أعزتنا المشاهدين هذا هو الجزء التاسع، صحيح ابن حبان الجزء التاسع، طبع دار الفكر. رقم صفحة 285 ذكر البيان بأن محبة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مقرونة بمحبة فاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين، وكذلك بغضه ببغضهم. يروي بسند مذكور عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين: أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم، أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. إنه سقط من هذه الرواية اسم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ولكنه يروي عن أبي بكر بن أبي شيبة، وإننا نريكم إن أبي بكر بن أبي شيبة قد ذكر اسم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فهذا لا ضعف في هذا الحديث: أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. فهذا تصحيح ابن حبان لهذه الرواية. وأيضا ممن حكم بجودة سند هذه الرواية هو الهيثمي في موارد الظمآن. هذا موارد الظمآن للحافظ الهيثمي، الجزء السابع، طبع دار الثقافة العربية، طبع سنة 1412. في هذا الكتاب أعزتنا في صفحة 201 باب فضائل أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، رقم الرواية 2244. يروي بسنده عن طريق زيد بن أرقم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وهو عن طريق أبو بكر بن أبي شيبة، قال لفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين: أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. يقول في هامشه: إسناده حسن. أصباط بن ناصر بسطنا القول فيه عند الحديث برقم الفلان، والسدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن، وصبيح مولى أم سلمة ترجمه البخاري في الكبير ولم يرد فيه جرحا ولا تعديلا، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال الذهبي في كاشفه وثق، وصحح الحاكم حديثه ووافقه الذهبي، وقال الترمذي وصبيح مولى أم سلمة ليس بمعروف. فهذا ثبت أعزائي المشاهدين إن المحقق في هذا الكتاب إنه يحكم بأن جميع رجال هذه الرواية صحيحة، وإنه حكم بحسن هذه الرواية، ولكن إن ابن حبان حكم بصحة هذا الرواية. ولكن سواء قلنا بأن الحديث صحيح وسواء قلنا بأن الحديث حسن، فإن ذلك لا فرق بينهما، بين الحديث الحسن والحديث الصحيح في الحجية، وأنا أريكم بعد أقوال القوم في ذلك. هذا كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني، طبع سنة 1422. في هذا الكتاب أعزتنا في صفحة 78 الحسن لذاته، وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، فإنه كما يصح الاحتجاج ويصح الاستدلال ويستقيم الكلام بالحديث الصحيح، فكذلك بالحديث الحسن. أعزائنا المشاهدين، نرجع إلى هذا الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة في مسنده، ونثبت لكم صحة الرواية وليست فقط حسن الرواية. هذا مسند ابن أبي شيبة، الجزء الأول، طبع دار الوطن،
في سنة 1418 في هذا الكتاب عائزتنا في صفحة 355 كما أريتكم قبل قليل، رقم الرواية 220 عفوا 520، يروي عن أسباط ابن نصر، عن السدي، عن صبيح مولى أم سلمة، عن زيد بن أرقم. كل هؤلاء الرجال ثقات، لا شك في وثاقتهم، وأنا أريكم ذلك إن شاء الله. إن أسباط ابن نصر من رجال مسلم، سدي من رجال مسلم، صبيح مولى أم سلمة إنه صحابي وموثوق، ولم يأتي فيه أي جرح، لم يأتي فيه أي جرح أبدا، بل إنهم ذكروه في الأصحاب وأيضا وثقوه، فإن كونه في الأصحاب يغني عند الجماعة الأمرية عن البحث في جرحه أو تعديله. ومع ذلك إن الرجل قد وثق كما نريكم ذلك، وهو يروي عن من؟ عن زيد ابن أرقم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإنكم تعلمون جيدا أن زيد بن أرقم كان طويل العمر جدا من بين الصحابة، زيد بن أرقم وأنس بن مالك، وإن هؤلاء إن الله أطال عمرهما فكثر الروايات عنهم، فكثير من التابعين الذين لم يدركوا كثيرا من الأصحاب أدركوا زيد بن أرقام ورووا عنه، وكذلك أنس بن مالك، وكذلك أبو الطفيل عامر بن واثلة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسيد المسلمين أمير المؤمنين عليه السلام، وسيدة نساء العالمين الصديقة الطاهرة سلام الله عليها، ولسيد شباب أهل الجنة السبت الأكبر الإمام المجتبى عليه السلام، ولسيد شباب أهل الجنة وريحانة الرسول الإمام الحسين صلوات الله عليهما وآلهما، قال: أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. صحة هذا السند بعدما أثبتنا من قول ابن حبان، وذلك يكفي، ولكن نثبت لكم الصحة لهذه الرواية أعزائي المشاهدين. أسباط ابن نصر يروي عن السدي، يروي عن صبيح، يروي عن زيد بن أرقم، هذا صحيح مسلم أعزائي المشاهدين، صحيح مسلم، وهو للحافظ أبي الحسين مسلم الحجاج، طبع دار الفكر، طبع سنة 1432 دار الفكر بيروت. في هذا الكتاب عائزتنا انظروا إلى حديث أسباط ابن نصر، كتاب الفضائل باب مباعدته صلى الله عليه وآله وسلم للآثام، وبعد ذلك باب طيب رائحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولين مسه والتبرك بمسحه، رقم الرواية 5946. يروي يقول: حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد، حدثنا أسباط وهو ابن نصر الهمداني، عن سماك، عن جابر بن سمرة. فقد ثبت إخواننا الأعزاء أن الأسباط ابن النصر هو من رجال مسلم. قال: حدثنا أسباط وهو ابن نصر، أسباط ابن نصر وهو ابن نصر الحمداني، فثبت إن أسباط ابن نصر من رجال مسلم، وإن رجال مسلم عند هذا القوم ثقات بالإجماع. هذا كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وهو مقدمته هدي الساري، مقدمة فتح الباري للحافظ ابن حجر الأسقلاني، طبع دار الفكر، طبع سنة 1429. في هذا الكتاب عائزتنا انظروا الفصل التاسع، يقول الحافظ ابن حجر: وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتضى لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته، ولا سيما ضاف إلى ذلك من إطباق، يعني من إجماع جمهور العلماء على تسمية الكتابين، يعني البخاري ومسلم، بالصحيحين، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح، فهو
فمن وهذا المعنى لم يحصل لغير من خرج عنه. من خرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما. أعزائي المشاهدين، فهذا يثبت أن حافظ ابن حجر يقول كل من أخرج له البخاري ومسلم هذا بمنزلة إجماع جمهور العلماء، إجماع في كل أحد من العلماء العمرية على توثيق وتعديل كل راو في مسلم وبخاري. وأيضا قد نص على هذا المطلب الحافظ الذهبي في كتابه الموقظة. هذا الموقظة في علم مصطلح الحديث للحافظ محمد ابن أحمد ابن قايماز الذهبي، اعتنى به عبد الفطاح أبو غدة، طبع مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب بسنة 1405. في هذا الكتاب أعزائنا في صفحة 79 بل في صفحة 80: فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول، ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة. فما في الكتابين بحمد الله، فما في الكتابين يعني لا نافية، لا نافية في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة. لا يوجد في البخاري ومسلم أي رجل رواياته ضعيفة، بل رواياته كلها حسنة وصحيحة، كل رواة البخاري ومسلم. وهو يقول في الصفحة قبلها: من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين، أحدهما احتجهما به في الأصول، وثانيما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا، فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي. فهذا يثبت أن كل من خرج له البخاري أو مسلم حديثه ليس كالمتابعة وليس كالشاهد، بل أتى بحديثه كالأصل، فإن ذلك حديثه قوي وصحيح. فإذا ثبت أخواننا الأعزاء أن ناصر بن أصباط لا غبار عليه بأنه رجل ثقة. وناصر بن أصباط يروي عن من؟ يروي عن السدي، والسدي أيضا من رجال مسلم، فإن مسلم قد أكثر الرواية عن السدي أعزائي المشاهدين، وإنكم تعرفون ذلك لأننا أريناكم ذلك في ما مضى. هذا صحيح مسلم للحافظ مسلم بن الحجاج، طبع دار الفكر، طبع سنة 1432، فقد روى عنه غير مرة. مثلا صفحة 300 صفحة 326 رقم الرواية 1525 أبو عوانة عن السدي، 1526 وكيع عن سفيان عن السدي عن أنس بن مالك. وفي غير المقام أيضا قد روى عنه، قد صفحة 714 في كتاب الطلاق رقم الرواية يروي بسنده عن السدي عن البهي عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثة فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكنى ولا نفقة. وفي غيرها من المقامات يروي عن السدي. فثبت أخواننا الأعزاء أصباط بن نصر من رجال مسلم، وإن السدي من رجال مسلم. أصباط أبو بكر بن أبي شيبة يروي عن أصباط بن نصر، وهو يروي عن من؟ هو يروي عن سدي، وسدي يروي عن صبيح، عن صبيح مولى أم سلمة رضي الله عنها. وقلنا لكم إن القوم قد عدوه من جملة الصحابة، وإن الصحابة عندهم كلهم
ثقات وكلهم عدول، وإنهم لا يبحثون عن الجرح والتعديل في الصحابة، ولكن إنه وثق هذا الكتاب، عفوا أعزتي المشاهدين، هذا كتاب الإصاب الأسد الغاب في معرفة الصحابة، تأليفه ابن الأثير الجزري، الجزء الثالث، طبع دار الكتب العلمية. في هذا الكتاب أعزتنا المشاهدين في صفحة 7، هذا صبيح مولى أم سلمة، صبيح مولى أم سلمة قد جعله من الصحابة، قد جعله من الصحابة، وقد روى له بل عن طريق إبراهيم بن عبد الرحمن ابن صبيح وهو ولده، مولى أم سلمة عن جده صبيح قال: كنت بباب رسول الله صلى الله عليه وآله. صبيح قال: كنت بباب على باب رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاء علي سيد المسلمين سلام الله عليه، وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين سلام الله عليه، والحسن والحسين ريحانتا قلب رسول الله صلى الله عليهم أجمعين، فجلسوا ناحية فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنكم على خير، وعليه كساء خيبري، فجل لهم به وقال: أنا حرب لمن حاربكم، سلم لمن سالمكم. لا يروي هذا الحديث عن صبيح إلا بهذا، لا يروى هذا الحديث عن صبيح إلا بهذا الإسناد، وقد رواه السدي عن صبيح عن زيد بن أرقم. فثبت إن الرجل من الصحابة، إن الرجل من الصحابة، وإن القوم قد عدوه من الصحابة، فهذا يغنينا عن جرحه وتعديله. ولكن على كل حال، ما غض النظر عن كونه صحابيا، فإنه قد وثق. هذا كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي، الجزء المجلد 13، طبع مؤسسة الرسالة، طبع سنة 1408 في بيروت. في هذا الكتاب أعزتنا صفحة 12، بلي ليس 12، عفوا، صبيح صالح بن أبي جوير، عفوا أعزتنا صالح، يجب نذهب إلى صبيح، صالح في باب صالح، نحن ما زال هذا صبيح 112 صفحة 112 صبيح. صبيح بالضم مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقال مولى زيد بن أرقم، روى عن زيد بن أرقم في الترمذي وفي سنن ابن ماجه، وروى عن أم سلمة، وروى عنه ابنه ابن ابنه إبراهيم بن عبد الرحمن بن صبيح وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي، ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، فإن الرجل موثوق ولا جرح فيه. روى له الترمذي وابن ماجه حديثا واحدا، وقد وقع لنا عنه عاليا جدا، عاليا جدا يعني قلة الوسائط، قلة الرواة فيما بين، قلة المشايخ، هذا على العلو في الإسناد. أخبرنا فلان عن فلان، وهو يروي عن زيد بن أرقم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين وفاطمة وحسن وحسين صلوات الله عليهم أجمعين: أنا سلم لمن سألمتم وحرب لمن حاربتم. ورواه ابن ماجه، فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين. فإن المزية يفتخر بأن هذا الرواية قد وقع له
عاليا. فأعزائي المشاهدين، إنكم رأيتم إن الرجل موثوق ولا جرح فيه، وإن كتاب المزي إنها موسوعة عظيمة في الجرح والتعديل، وإنه لا يغفل المزي إذا كان هنالك جرح ولا يذكره. وأن لكم أن تراجعوا في الكتب وانظروا هل في يوجد جرح في سبيح، فلا تجدون فيه أي جرح. فإذا ثبت أعزائي المشاهدين أبو بكر بن أبي شيبة يروي عن من؟ يروي عن أصباط بن نصر وهو من رجال مسلم، وهو يروي عن السدي وهو من رجال مسلم، وهو يروي عن الصبيح وصبيح من الصحابة، وصبيح ثقة في نفسه، وهو يروي عن زيد بن أرقم وهو صحابي. فإذا ثبت أن الرواية أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل بيته، إن ذلك رواه حديث صحيح لذاته عن طريق زيد بن أرقم، فضلا أنه روي عن طريق أم سلمة، روي عن طريق أبي سعيد الخدري، روي عن طريق أبي هريرة، وروي عن طريق صبيح وهو صحابي بنفسه قال إني رأيت ذلك أيضا. صبيح تارة رواه عن زيد بن أرقم وتارة رواه عن نفسه، فقد روي عن 5 من أصحاب. وإنكم تعرفون جيدا، طيب تعرفون جيدا، إن الجماعة العمرية قد رووا عن طريق 4 من الأصحاب وحكموا بالتواتر، وحكموا بالتواتر، وهذا موجود في كتبهم، في كتاب ابن حزم وغيره، إن الرواية روي عن 4 من الأصحاب وحكموا بالتواتر، وهذا روي عن 5 من الأصحاب، فكيف ليس بمتواتر؟ فضلا أن بعض طرق الحديث بنفسها صحيحة كما أريناكم وأثبتنا لكم الآن. أعزائي المشاهدين، وهذا كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر الأسقلاني، تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر الأسقلاني، طبع دار العاصمة، حققه أبو الأشبال الصغير أحمد شاغف باكستاني. في هذا الكتاب أعزتنا في صفحة 440 بلي. هذا صفحة بلي 449 449 تشاهدون في نهاية الصفحة هو صبيح، عفوا إنه صبيح، صبيح مصغر مولى أم سلمة، يقال ويقال مولى زيد بن أرقم، مقبول من السادسة، إنه مقبول، إن الرجل رواياته مقبول، حكم به من؟ حكم به حافظ ابن حجر صاحب كتاب الإصابة وصاحب كتاب التهذيب التهذيب وصاحب فتح الباري، وهو من أعلم رجال الجماعة العمرية في الجرح والتعديل، فثبت إن الرواية صحيحة بنفسها، وإن بقية الرواة كلهم عدول ومن رجال المسلم، وإنه قد روي عن غير طريق الصبيح أيضا عن زيد بن أرقم، قد روي عن غير طريق الصبيح في عن زيد بن أرقم. أعزائي المشاهدين، هذا كتاب أمالي المحاملي رواية ابن يحيى البيع، وإن المحاملية كان من مشايخ الحديث في البصرة بل في الكوفة، وكان قاضيا لمدة طويلة 60 سنة في زمن بني عباس، وكان محدثا عظيما، وإن أماليه معروفة بين العلماء، علماء فن الرواية وفن الحديث، وإنه ليس من الشيعة بل من العمرية. أمالي المحاملي طبع سنة 1412 في المكتبة الإسلامية في الأردن. في هذا الكتاب أعزتنا في صفحة
446. رقم الرواية 532. يروي بسنده عن مسلم بن صبيح، مسلم بن صبيح وهو يروي عن أبي الجحاف، عن مسلم بن صبيح وهو يروي عن زيد بن أرقم. حنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حنى يعني حنى عطف واقترب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي قبض فيه على علي رضي الله تعالى عنه وسلام الله عليه، والزهراء وسيدي شباب أهل الجنة صلوات الله عليهم أجمعين، فقال: أنا حرب لمن حاربكم، سلم لمن سالمكم. هو من الذي يروي عن زيد بن أرقم؟ هو بلي صبيح، مسلم بن صبيح، مسلم بن صبيح عن زيد بن أرقم. ومسلم بن صبيح أعزتي المشاهدين من رجال مسلم ومن رجال البخاري، وأنا أريكم ذلك. هذا سير أعلام النبلاء للذهبي، طبع مؤسسة الرسالة، الجزء الخامس، في هذا الكتاب صفحة 71. أبو الضحى مسلم بن صبيح القرشي الكوفي مولى آل سعيد بن العاص، سمع ابن عباس وابن عمر والنعمان بن بشير ومسروق وغيرهم، حدث عنه مغيرة وفلان وفلان وفلان. وعين يقول عين، عين ماذا؟ عين يعني بخاري مسلم الكتب الأربعة كلهم، أبو ترمذي ابن ماجه أبو داود والنسائي كلهم، بخاري مسلم كلهم رووا عنه. فأعزائي المشاهدين، إنه لم يرى فقد عن طريق الصبيح مولى أم سلمة، وإنه من الأصحاب وثقة في نفسه، وأيضا روي عن طريق آخر أيضا عن زيد بن أرقم. فإذا ثبت إن طريق ابن أرقم صحيح لذاته، ولا شك في صحة هذا الرواية. فإذا ثبت هذا أعزائي المشاهدين، نريكم طريق أبي هريرة الدوسي، فإن الحديث قد روي عن أبي هريرة أيضا. هذا مسند أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل طبع دار الفكر، عفوا، طبع دار إحياء التراث العربي الجزء الثالث، طبع سنة 1415. في هذا الكتاب عائزتنا صفحة 187، مسند أبي هريرة صفحة 187، رقم الرواية 9405. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، عبد الله هو ابن أحمد بن حنبل، حدثه أبوه يعني أحمد بن حنبل، حدثنا تليد بن سليمان، قال أبو الجحاف، قال أبي حازم، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي سلام الله عليه، والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين، والزهراء سلام الله عليها، فقال: أنا حرب لمن حاربكم، وسلم لمن سالمكم. أنا حرب لمن حاربكم، وسلم لمن سالمكم. وأيضا قد رواه أحمد بن حنبل في كتاب الفضائل، هذا فضائل الصحابة للحافظ أحمد بن محمد بن حنبل المروزي الخراساني العجمي الفارسي وليس بعربي. طب دار ابن الجوزي طبع سنة 1420، في هذا الكتاب أعزتنا في صفحة 961. رقم الرواية 1183. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا معاذ بن جبل،
عفوا، صفحة 861، هذا خطأ، 961. رقم الرواية 1350. 1350. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا تليد بن سليمان، حدثنا أبو الجحاف عن أبي حازم عن أبي هريرة، نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي والحسن والحسين وفاطمة عليهم السلام فقال: أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم، وسلم لمن سالمكم. أعزائي المشاهدين، رأيتم هذه الرواية، ما هو حكم هذه السند وما هو حكم سند هذه الرواية؟ نلقي النظرة إلى كلام الأثبات والجهابذة من الجماعة العمرية في الحكم في الرواية. هذا كتاب المستدرك، مستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري، الجزء الثالث طبع دار الفكر، طبع سنة 1430 دار الفكر بيروت. في هذا الكتاب أعزتنا صفحة 359 كتاب معرفة الصحابة، باب مناقب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوات الله عليهم أجمعين، رقم الرواية 4772، عفوا 4771، حديث أبي هريرة يروي بسنده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أحمد بن حنبل، عن تليد بن سليمان، حدثنا أبو الجحاف عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى سيد المسلمين أمير المؤمنين عليه السلام وسيدة نساء العالمين الزهراء الأطهر سلام الله عليها وسيدي شباب أهل الجنة وريحانتي رسول الله صلى الله عليهم أجمعين الحسن والحسين صلوات الله عليهما وآلهما، فقال: أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. يقول: هذا حديث حسن، حديث حسن حكم عليه بالحسن، وأثبتنا لكم قبل قليل إن حديث الحسن كالحديث الصحيح في صحة الاحتجاج به، ولا فرق في صحة الاستدلال بالحديث الحسن أو الحديث الصحيح. من حديث أحمد بن حنبل عن تليد بن سليمان فإني لم أجد له رواية غيرها، وله شاهد عن زيد بن أرقم. وقال الذهبي 4772، 4771، 4771 أورده الذهبي في التلخيص سندا ومتنا وسكت عنه، وإن الذهبي لم يعترض على الحاكم بأن هذا السند فيه إشكال أو فيه خلاف. نذهب إلى مجمع الزوائد للهيثمي، إنه أورد هذه الرواية وماضى حكم عليه. هذا كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ أبي بكر الهيثمي، الجزء التاسع طبع دار الفكر، طبع سنة 1414. في هذا الكتاب صفحة 267 كتاب المناقب، بل في صفحة لاحقة، ربما بل صفحة لاحقة، لاحقة هذا 1419 1990، وأن أبي هريرة نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين وفاطمة صلوات الله عليهم فقال: أنا حرب لمن حاربكم سلم لمن سالمكم. رواه أحمد والطبراني، وفيه تليد بن سليمان، وفيه خلاف، وبقية رجاله رجال الصحيح. رواه أحمد والطبراني، سند الطبراني نفس سند أحمد،
يقول فيه تليد بن سليمان فيه خلاف، وثقه بعض وضعفه بعض، ولكن بقية الرجال كلهم رجال الصحيح، يعني رجال البخاري ومسلم. فقد تليد بن سليمان، فقد تليد بن سليمان بقي فيه. أعزائنا المشاهدين، فما حكمه هو حكم تليد بن سليمان؟ نذهب إلى ضعفه بعض ووثقه بعض، فإذا ماذا يكون حكمه؟ نذهب إلى خريط الفن عند الجماعة الأمرية الذهبي، فننظر ماذا يقول الذهبي في الباب. هذا كتاب الموقظة، الموقظة في علم مصطلح الحديث، للحافظ محمد بن أحمد بن قايماز الذهبي الناصبي، طبع مكتبة المطبوعات الإسلامي بحلب، سنة 1412. في هذا الكتاب أعزتنا في صفحة 79 بلي هنالك كان عنده كلام في من أن أنا أردت أن أريكم. بلي هذا صفحة 78 وإن صحح له كالدار القطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، وندونه من لم يوثق ولا ضعف، فإن خرج حديثه في حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، وإن صحح له كدار القطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. فأعزائنا إخواننا الأعزاء، إن الذهبي قد حكم في كتابه من يحكم بصحة حديثه الحاكم النيسابوري أو الدار القطني فأقل أحواله حسن حديثه. وإنا أريناكم إن تليد بن سليمان قد حكم الحاكم النيسابوري بحسن حديثه، وإن الذهبية لم يعترض عليه في تلخيص المستدرك، فيثبت إذن إن الرواية حسنة. وأيضا ممن حكم بحسن الرواية عن طريق أبي هريرة عن طريق تليد بن سليمان هو المحشي على كتاب المعجم الكبير للطبراني، فإن الطبراني قد روى هذا الحديث في مسنده عن طريق في معجمه عن طريق أبي هريرة، وأنا أريكم ذلك. هذا المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، المجلد الثاني، تبع دار إحياء التراث، طبع سنة 1430 في دار إحياء التراث العربي. في هذا الكتاب أعزتنا في صفحة 32 رقم الرواية 2661، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا تليد بن سليمان عن أبي الجحاف عن أبي زاحم عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سيد المسلمين يعسوب الدين إمام المتقين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وريحانتي رسول الله صلوات الله عليهما وآلهما، والزهراء المرضية سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وقال: أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. قال في الحاشية 2661
وقال في المجمع وفيه تليد ابن سليمان وفيه خلاف وبقية رجاله رجال الصحيح فالحديث بهذا الطريق بهذا الطرق حسن فالحديث بهذا الطرق حسن فالرواية حسنة حكم عليه هذا المحشي ومن هذا المحقق لمعجم الكبير وهو من حقق وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي ومن الذين قد وثقوا تليد ابن سليمان هو أحمد بن محمد بن حنبل نفسه في موسوعة أقوال أحمد بن حنبل أنا أريكم ذلك أعزتي المشاهدين أعتذر منكم لأنني لم أكن جاهزا لأريكم قول أحمد والآن أريكم ذلك هذا موسوعة أقوال أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله المجلد الأول طبع عالم الكتب طبع سنة 1417 في هذا الكتاب أعزتنا في صفحة 171 حرف التاء حرف التاء تليد بن سليمان المحاربي أبو سليمان أبو إدريس الكوفي الأعرج قال عبد الله ابن أحمد سمعت أبي يقول أخبرنا تليد بن سليمان أبو إدريس وكان أعرج من رجلين قال المروذي قال أبو عبد الله في تليد بن سليمان أبو عبد الله من هو أبو عبد الله هو أحمد بن حنبل أبو عبد الله هو أحمد بن حنبل قال أبو عبد الله في تليد ابن سليمان كان مذهبه التشيع ولم ير به بأسا ولم ير به كان مذهبه تشيع وإن كثير من رجال البخاري ومسلم وكثير من رجال الجماعة العمرية كانوا شيعيا كانوا شيعة ولكن لم ير أحمد بن حنبل بذلك بأسا يعني لم ير بكلامه بسبب تشيعه بأسا لكي يترك كلامه وقال أبو بكر وقال أبو بكر الأرثم سمعت أبا عبد الله وهو أحمد بن محمد بن حنبل ذكر تليد بن سليمان فقال كتبت عنه حديثا كثيرا أنا بالجحاف كتبت عنه حديثا كثيرا أنا بالجحاف أما قولنا أن كثير من رجال العمرية كانوا شيعيا فنريكم ما قال في ذلك الحافظ الذهبي بل الذهبي في ذلك في ترجمة أبان بن تغلب يقول الذهبي في ميزان الاعتدال عفوا لم أكن جاهزا لكي أجعل الكتاب جاهزا لكي أريكم فلأجل ذلك أعتذر منكم
أعزتنا المشاهدين، هذا كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تأليفه الذهبي، طبع دار المعرفة. في هذا الكتاب أعزتنا في المجلد الأول في ترجمة أبان بن تغلب، حرف الألف، يقول أبان بن تغلب: خرج له مسلم الكوفي شيعي جلد، لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته، وقد وثقه أحمد بن حنبل وابن معين وابو حاتم، أو أورده ابن عدي، وكان غاليا في التشيع، كان غاليا في التشيع. بعد ذلك يقول: نحن نقول نأخذ بقوله، فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة على العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذا مفسدة بينة. ماذا يقول الذهبي؟ يقول: نحن عيال للشيعة في الحديث، نحن عيال للشيعة في الحديث، هذا قوله. لولا نأخذ بحديث رجال الشيعة لذهب الدين. ماذا يقول؟ أن البدعة على ضربين، فبدعة الصغرى كغلو التشيع أو كتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين، كثير، وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء الشيعة لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذا مفسدة بينة. إنكم يا أيها العمري عيال للشيعة في الدين والديانة. فأعزتي المشاهدين، الحمد لله، تليد ابن سليمان وإن كان شيئيا، ولكن وثقه أحمد بن محمد بن حنبل، وإن رجالكم قد من جملة من أيده هو النسائي، وقواه النسائي، وحكم بقوته النسائي وغيره. فإذا ثبت إن رواية أبي حريرة الدوسي في حديث أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم، إن ذلك الرواية صح، إن لم تكن صحيحة فعلى الأقل حسن، كما حكم عليه الحافظ حاكم النيسابوري ولم يعترض عليه الذهبي، وكما حكم بذلك الهيثمي في مجمع الزوائد، وحكم بذلك محقق كتاب معجم الطبراني. أعزائي المشاهدين، أما دراية الرواية، ماذا معنى أنا حرب لمن حاربكم؟ هذا كتاب مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح ملا علي القاري الهروي، جزء التاسع، طبع دار الفكر، طبع سنة 1422، دار الفكر بيروت. في هذا الكتاب أعزتنا المشاهدين ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم؟ قال علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين: أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم. رواه الترمذي، يقول عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم قال لهم سلام الله عليهم، أي لأجلهم وفي حقهم، أنا حرب أي محارب، حرب يعني ماذا؟ محارب. أنا حرب لمن حاربهم، أنا محارب لمن حاربهم، لمن حارب عليا عليه السلام والزهراء سلام الله عليها والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. أنا حرب، والحرب مصدر، إن المصدر يستخدم مكان المشتق لأجل المبالغة والتأكيد، كما تقول رجل فلان عدل،
يعني فلان عادل كل العدل. أنا حرب يعني أنا محارب حربا شديدة لمن حارب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. بل جعل صلى الله عليه وآله وسلم نفسه نفس الحرب مبالغة كرجل عدل، جعل نفسه حربا لأجل المبالغة كتقول رجل عدل. وكذلك نص على هذا أعزائي المشاهدين المبارك فوري في تحفة الأحوذي، هذا تحفة الأحوذي في شرح الترمذي لمن؟ للمبارك فوري، طبع بيت الأفكار الدولية في هذا الكتاب أعزتنا، صفحة 2639. عفوا، قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنا حرب لمن حاربتم، أي أنا محارب لمن حاربتم، جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه نفس الحرب كمبالغة مبالغة كرجل عدل، وسلم بكسر أوله وبفتح أي مسالم ومصالح. فإذا ثبت إخواننا الأعزاء ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصحيحة أصر أن حرب أمير المؤمنين عليه السلام حرب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن سلم أمير المؤمنين عليه السلام سلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وحكم من يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس حكم من يقاتل أمير المؤمنين عليه السلام. فمن يخرج بالسيف على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالأكيد إنه يخرج على النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف. فإذا ثبت ومن التاريخ ثابت إن معاوية بن أبي سفيان لعنة الله عليه وعليه الهاوية والخذلان جهز الجيوش على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وحاربه في الصفين، فثبت إنه حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا وأمير المؤمنين صلوات الله عليه ثانية. وإن من يحارب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون في العالم كافر زنديق أشر منه، فهو أنجس من كل زنديق من يقاتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحكم ثابت لمعاوية، ثابت لطلحة، وثابت لزبير، وثابت لعائشة أم النواصب، أم النواصب لعنة الله عليها، لأنها خرجت على أمير المؤمنين عليه السلام. والخروج على أمير المؤمنين عليه السلام بالحرب خروج على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرب بروايات صحيحة، وإن ذلك كفر واضح وارتداد بواح لا شك في ذلك. فهذا من جملة الروايات التي يثبت حكم محاربي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. غدا إن شاء الله العزيز نثبت لكم روايات أخرى، من يخرج على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ويبغضه أو يخرج عليه أو يقاتله حكمه أنه كافر، إن عدوي عدوك وعدوي عدو الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام في رواية صحيحة، ويل لمن أبغضك بعدي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمير المؤمنين عليه السلام بقتال الناكثين والقاصتين والمارقين، والروايات ثابتة في ذلك الباب، ثابتة في ذلك الباب. وإن بغض أمير المؤمنين عليه السلام علامة النفاق، فإذا لا يبقى أي شك في بل كفر بني أمية، وأيضا كفر هؤلاء الرجال مع بني أمية الذين خرجوا على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وقاتلوه. الآن أنا أجيب على أسئلتكم وأنا في خدمتكم، بارك الله فيكم.